نشوف المؤتمرات الصحفية النهاردة، المؤتمر الصحفي لمستر كيروش ومحمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري، والمؤتمر الصحفي أيضا لأليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال، ونشوف قالوا إيه في المؤتمر الصحفي للاثنين مدربين طبعا للمنتخب. نبدأ بالمؤتمر الصحفي لكيروش أو أبو جبل، خلينا نشوف كده أبو جبل قال إيه النهاردة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وده دايما المؤتمر اللي بيتعمل قبل المباراة بيوم. نشوف كده محمد أبو جبل قال إيه في المؤتمر الصحفي. Felt at full time at the end of the game. Is how much of that is a motivation for you going into the game tomorrow? Et vous avez perdu donc ce tournoi. Donc comment, donc quel est votre degré de préparation pour le match de demain, sachant que le Sénégal a remporté la coupe? يعني كان احساسنا صعب جدا طبعا ان احنا نوصل فاينل بطوله النهائي ونخسر، لكن our feeling was very hard that we achieved the final and we lost it. بس طبعا كان بالنسبه لنا في الاول وفي الاخر كانت مباراه كره قدم، ودرس اتعلمنا منه كتير عشان خاطر نفس الفريق هو اللي هنلعبه هو في التصفيات المؤهله لكاس العالم، فكان بالنسبه لنا لازم يكون في رد قوي، الحمد لله ده حصل في مصر. والماتش الفيصل بالنسبه لنا هنا هيكون طبعا ماتش صعب جدا على الفريقين، لكن ان شاء الله ان شاء الله احنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكرمنا ونصعد ان شاء الله عشان نثبت لافريقيا كلها وللناس كلها ان احنا كنا الاحق بالبطوله، وان شاء الله يكون لنا تواجد مشرف في كاس العالم باذن الله نكسر بالدنيا. But at the end of the game, we Mais already à la fin du match, had a lesson to nous avons appris une leçon. Sénégal for qualifying to donc pour jouer contre le Sénégal et modifier un peu. The first test against Senegal in Egypt and we did a good result, but we are donc contre le Sénégal nous avons fait de bons résultats. A good game against et nous avons bien joué. Be qualified after the game to world. I only have 45 years of this business only. Donc je fais ce travail depuis seulement 45 ans. مستر كيروش طبعا كان بيتكلم باللغه الانجليزيه، فانا هترجم لكم الكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي. ملخص تصريحات كيروش، قال احنا المنتخبين يعرفوا بعض كويس جدا، دي المباراه الثالثه اللي احنا نلعبها خلال فتره قصيره، مباراه نهائي امم افريقيا ومباراه الذهاب طبعا في تصفيات كاس العالم. قال مستر كيروش ان منتخب السنغال فريق قوي جدا ويمتلك لاعبين كبار ولديهم مستوى بدني قوي، ولكن في النهايه هي مباراه مثل اي مباراه في كره القدم، نعلم جيدا كفاءه المنتخب السنغالي ومهاراتهم عند امتلاك الكره، لذلك يجب علينا ان نقاتل لايقاف خطورتهم. الفريق الافضل سيفوز في النهايه، واتمنى ان يكون المنتخب المصري هو الفائز، جميع لعيبه المنتخب المصري جاهزين للمباراه ولا توجد لدينا اصابات. اعتقد ان احنا اشتغلنا بشكل جيد الفتره اللي فاتت، فجميع اللاعبين عملوا مع بعضهم بصوره اكثر من رائعه، ولكن ليس هذا بسبب اننا سنلاقي السنغال، ولكن اننا فريق واحد يضم عدد من اللاعبين الكبار الذين يمتلكون درجه عاليه من التواضع. قال كمان كيروش ان الترابط القوي والعمل بجديه يساعد على الظهور بشكل قوي وتطور المستوى، ومتاكد ان منتخب مصر يستطيع الفوز بالمباراه. قال أنا بقالي 45 سنة بشتغل في مجال التدريب، ومن ساعة ما اشتغلت في مجال التدريب لم أرى أي فريق يمتلك الكرة طوال المباراة. هو بيتكلم طبعا اللي احنا الماتش اللي فات فقدنا الاستحواذ، فبيقول أنه هو عمره ما شاف فريق يعني بيمسك الكرة طول الماتش. قال السنغال فريق عظيم، ولكن كما قلت لا يوجد فريق استحوذ على الكرة طوال المباراة بنسبة 100%. نسبة امتلاك الكرة في المباراة السابقة كان 45% أمام السنغال و 51% أمام الكاميرون، فلو أعطتني 5% فقط من هذا فأنا أمتلك سحر. كما قلت إننا لا نفوز بالمباراة بالسحر، نحن نفوزنا عن طريق الجماهير، وأعلم أن السنغال لديها جماهير تعلم أن طرفي المباراة فريقين كبيرين. دي تصريحات كيروش مدير الفني لمنتخبنا الوطني في المباراة. معايا برضو المؤتمر الصحفي لأليو سيسي، برضو أليو سيسي اتكلم النهاردة وقال لك يعني عنده إصابة في الفريق اللي هو عبدو ديالو،